الزواج يا أخوانا هو آية من آيات الله عز وجل. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. فهو رحمة. فطبعا تكاليف الزواج التي أصبحت يعني فوق العادي فوق المعتاد كمان، حولت الزواج اللي هو آية من آيات الله عز وجل، حولته إلى يعني إلى عبء فوق العبء. النيش تمام، في حاجات مطلوبة انك تحط في النيش. طب نسيني مش هنقول فيه لا، تمام. كوبايات مش هنقوله لا، لكن اجيب دبدوب واجيب مش عارف ورد واجيب مش عارف ايه بسبعة تمن عشر تلاف ينفع؟ لا نيش.